أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شرب الدخان معلوم أنه محرم، وإذا أنكر أحد على من شربه فطلب منه الدليل ولم يأتي بالدليل، قيل له أسكت لا تتكلم إلا بعلم، فهل ينكر والحالة هذه أم يسكت؟ ينقل له كلام أهل العلم، إذا صار هو ما يعرف الاستدلال ينقل له كلام أهل العلم، يقول أهل العلماء حرموا، أفتى فلان وفلان، ويجيب فتواهم، والدليل واضح من القرآن: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان هل هو من الخبائث ولا من الطيبات؟ ما أظن واحد في الدنيا يبي يقول إن الدخان من الطيبات، لا بد أن يعترف أنه من الخبائث، وما دام يعترف أنه من الخبائث فهو حرام بنص الآية. نعم.